أنا يا منى قلت لك ما تفتحي الأخر البوكس، ليش فتحتيه؟ كنت بدي أفتحه. مش قلت لك خلينا نستنى متابعينا باليوتيوب يفتحوه معنا؟ فاين سوري. كمان لبستي البنطلون الجديد؟ حلو، هاد من شي ان. واو، أوكي. في هالفيديو اللي رح ناخدكم فيه اليوم رح نوريكم تجهيزات رمضان من شي ان. طبعا اشترينا كمان ملابس واشياء كتير حلوة لرمضان، فقبل ما تشوفوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وعلامة الجرس. هلا رح نوريكم كل شيء طلبناه لرمضان، طبعا كثير اشياء حلوه، فكلها رح نفتحها مع بعض ونوريكم اياها، فخليكم معنا. واو، كمان جايبه لكم كود خصم من شي ان، رح احط لكم اياه بالشاشه. شوفوا هاي سجاده، شفتوا هاي السجاده اللي كمان من شي ان، بس خلص صارت قديمه لازم نغيرها، فجبنا وحده ثانيه مكان. واو، يلا فهلا رح نفتحهم واحد واحد ونوريكم اياهم. طلبيه ثانيه رح توصلنا كمان، فرح رح كمان نوريكم اياها بهاي الفيديو. فاول شيء رح نبدا نفتح السجاده. منى وين بدنا نحطها؟ خلينا نشوف قديش كبيره. واو، اي ثينك يا منى لو حطيناها تحت الطاولة. منى تحت الطاولة هناك. اوكي خلينا نحطها تحت الطاولة ونوريكم اياها. منى شو هذا يا منى؟ او ماي جاد منى، نو حركات منى كلكم صرتوا تعرفوها. اوكي يا منى خلينا نحط السجادة هون ونوريكم اياها ونرجع لكم. فخلينا هلا رح نزيح لا يا منى مش هيك. او ماي جاد، منى قررت هي اللي تزيح الطاولة. يلا، شو ما احلى السجادة عن جد، انها كتير حلوة. طبعا بنطلون شوي كبير على منى. هلا راح نحط الطاولة. طبعا احنا كمان اشتريت اشياء للمخدات. اشوف، خليني اشوفها. واو عن جد كتير ناعمة، راح احط لكم اياها كمان باللينك، وصورتها كتير حلو رح احط لكم، وكمان كود الخصم رح احط لكم اياه على الشاشه. فكمان رح احكي لكم انه كمان الكفر تبع المخدات كمان جبنا لرمضان، رح نوريكم كل شيء رح نغيره لرمضان. فبهاي الفيديو عم نجهز لرمضان. هلا منى بدها اساعدك يا منى. نو او ماي جاد منى، طبعا انتبهي يا منى، وما احلى السجاده بتجنن. واو شوفوا ما احلى البنطلون اللي جبته لمنى لرمضان، كتير حلو. فهي السجاده رح اوريكم اياها كيف. هاي اول شيء السجاده عن جد انها حلوه، واعطت يعني حلت الصالون واعطته شكل كتير حلو. هذا لإلي انا، this is for me. البنطلون وريناكم اياه شويه كبير على منى، بس كمان حلو، رح اعطيكم الكود تبعه وكود الخصم. يلا يا منى قيسي الباقي. وهلا رح نوريكم فساتين رمضان. يا منى لازم قلت اجيب لك شيء للفيديوهات عشان تلبسيها لما نعمل الفيديوز، بجنن كثير. يلا قيسي ورينا اياه. يلا شوفوا منى ما عجبها، منى بس بتحب البلاطين. هلا الفولورز تبعونا بيقولوا لنا يا ماما يا افنان انت ليش بتخليها تلبس بلاطين برمضان؟ اه بجنن يا منى. شو؟ I do not like dresses. اوكي احكي لكم شغله عن منى، منى ابدا ما بتحب الفساتين. فهلا بالكومنتات كلهم هيقولوا حدا بيلبس بنطلون برمضان، بس انا شو بدي اعمل عشان منى ما بتحب الفساتين، بس هذا الفستان كثير حلو لرمضان، اطلبوه لاولادكم، وكمان في منه للكبار على فكره. وشو طلبت لرمضان؟ تاولز محطوط عليهم نجمه وهلال. بس واحده؟ بس واحده؟ اوه فكرتها اكثر من واحده. طلعي صحيحه بتجنن، رح نحطه على الحمام، كتير حلو. هي المنشفة اللي جبتها لرمضان. تعي منى فرجينا شو كمان. شوفوا كمان شو جبت لرمضان.
ودول الفوانيس كمان راح احط لكم اياهم، كمان كتير حلوين لرمضان، فيكم تطلبوهم وتستعملوا كود الخصم اللي موجود على الشاشه. هنا راح تحطهم الفوانيس، كتير حلو شكلهم يا منى. 1 2 3 ها شوفوا كمان شو طلبت، هذا بجنن بجنن لرمضان. بدي احط لكم كمان كل شيء، كل شيء راح تلاقوه بالديسكربشن كل اللينك. شوفوا كيف لما يضوي ما احلى. اي ثينك وي نيد باتري. اوكي راح نشتري له باتري، بس شوفوا ما احلى. واو حطيناه هون، بس راح نشتري له بطاريه علشان there's so much stuff up here. ليش ما نحط تحت؟ لا يا منى هون ما في مكان، حطوا هون. اوكي كمان شو طلبت؟ هاد طبعا لازم نجيب بطاريه، احنا لسه ما جبنا بطاريات. راح تضوي كلها وتصير كلها. هلا باخر الفيديو راح نوريكم كل شيء بالاخير. كمان هاي لزينه رمضان، لازم نضويهم ونحط لهم بطاريات. راح نطلع ونحط لهم بطاريات، و كل شيء راح تشوفوه باخر الفيديو، كل شيء راح نضويه وراح نعمل الثيم. احنا هلا بس بنوريكم الاغراض. طلبت كمان هاي احلى شيء، طبعا شوفوا منى شو لازم تعمل. يلا يا منى ساعديني. فهاي بتعرفوا برمضان بنحتاج نحط دائما على الطاوله تمر ومكسرات. واو شوفوا شوفوا ما احلى، كثير كثير حلوه هاي البلاتر. فيكم مثلا هون تحطوا التمر، لا شو تشيبس يا منى، تمر مشمش مكسرات، شو اشياء بتحبوا تاكلوها برمضان بتحطوها هيك على الطاوله. طبعا كمان رح نوريكم بالفيديو لما نحط الاكل ونوريكم اياه. هي كثير حلوه لازم تجيبوها، كمان هحط لكم اللينك تبعها. فهيك اجواء رمضانيه. طبعا اخر الفيديو رح نوريكم الزينه لما نطويها، رح نوريكم هاي لما نحط فيها الاكل والتمر، رح نوريكم باقي الاشياء اللي جبناها للكنا للتيب للكفر الطاوله، وكمان جبنا لكفر المخده، كثير اشياء. فخليكم معنا. وعبيتها شوفوا شو حطت فيها، حطت فيها تمر وجوز وزبيب، اشياء كثير طيبه لرمضان. بوريكم شو جبت. هاي جبتها للرز لما اجي اعمل رز. يلا منى هلا رح تلبس هير جينز وانا رح اوريكم باقي الاشياء. هاي جبتها لما اصفي فيها الرز، يعني كثير بتلزم لرمضان، خصوصا برمضان دائما بنعمل اكلات رز كثير حلوه. فستاني كثير عجبني، كمان رح احط لكم صورته على الموديل، وكمان حلو لرمضان. اشوف يا منى كل هدول بلاطين من شي ان. منى بالوشن. ورينا يا منى شو لابسة. هذا كتير حلو، واو كتير. احنا بعدنا ما جهزنا لرمضان والأشياء. ورينا. واو كتير حلوين. هذا كتير منى بتحبه، دايما بتلبسه. طيب شو كمان؟ وكمان لسه في اشياء تانية رح نوريكم اياهم هلا، يعني بعد يومين رح يوصلوا لنا لانه وطلبنا اوردرين. فهلا رح نوريكم الاوردر تاني من شي ان ونوريكم اياه، باقي كفر الطاوله وباقي كل الكفر المخدات كلهم لرمضان. فمنى علقت كل اواعيها. كان عندي ذا بلاك وان وذا اذر وان. وير از ات؟ صح. رح نكمل باقي اغراض رمضان. رح نكمل شوف شو فيها جوا. هي هي منى. شفتي كيف بيوسخ؟ خليني اوقف التصوير وافتح. طبعا ما تنسوا تستعملوا كود خصم افلام. اوه هدول الكاسات الحلوين. الكاسات وال هون المعالق. اللي طلبناهم من شي ان. وكمان هكتب لكم كود الخصم على الشاشة عشان تشتروا مثله، راح احط لكم اللينك. واو دول اللي جبتهم شوفوا ما احلاهم، راح احط لكم اللينك بالديسكريبشن عشان تطلبوا مثلهم. وهي الكاسة كمان اجت، طبعا اكيد راح نغسلهم. وبس بضل نوريكم المخدات كيف لما نرتبها مع شرشف الطاولة والشرشف الكبير عشان تشوفوهم كيف راح يطلعوا اخر شيء. كمان طلبتهم من شي ان. وهلا راح نفتح الاغراض اللي جبناها من شي ان. شوفوا هاي راح نحطها كفر للمخده لرمضان، شوفوا ما احلاها. منى هيك بالعكس حطيتيها على فكره، لا هيك صح.
وهي كمان واحدة. جبنا تلتين زي بعض عشان نحطهم بالكنب. وانتو كمان جهزوا بيتكم من شيئين واستعملوا كود الخصم اللي راح احط لكم اياه. هدول راح نحطهم للصغار، شوفي ما احلى. وكمان جبنا شرشف طاولة كبير نحطهم في الكفر ونرجع لكم. فاحنا هلا راح نحطهم بالكفر ونفرجيكم النتيجة النهائية. شوف يا منى، واو كتير حلوين لأجواء رمضان. وهيك حطيناهم. Guys, is it like this or like this? مش عارفين. I think هيك يا منى. فشوفوا هاي المخدات طلبناها كلها من شي ان. ضايل نحط الزينة يا منى. شوفوا حطيناهم هيك أحلى وأنعم. الشرشف شوفوا ما أحلى. لطاولة السفرة. انزلي يا منى انزلي. كمان من شيئين كله رح احط لكم الكود تبعه. شوي شوي كبار والله. هيك حطينا كيف مش حلو يا منى؟ كتير حلو. هيك كان فيديو تجهيزات رمضان من شيئين. فإذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب.